هلا والله. قلت بجاب معاكم لعبة اكتشفتها على طريق الصدفة في موقع انقال جيم جولت. اللعبة ما خود ثقتها من بي تي. وشان بدأت هي ثقة اللعبة عن طريق مشروع مدرسة بجول افكت وفازت المركز الاول. فقلت مدام انك فري تستاهل انها جابها معاكم. فخلنا نشوف اللعبة يا بعض. اوكي عندنا اسوي زوم ان. اتوقع اظل انزل على الدرج لتحت. ظهر طقت العلبه وانحاشت. يمدي ناخذها؟ لا ما يمدي. اجل خلينا نكمل قدام نشوف نهايه المشوار. بيرجعني الحين؟ اي بي تي بيرجعني. رجعني. اوكي تبي تدخل الباب. مع اني قاعد اسمعها قاعد تصيح بس ما قاعد اشوفها وينها. الحمد لله جل الحمد لله تحت. طب اعطيها ظهري تجي لي. لا خليني اجرب الباب اشوف من فوق اتوقع. لا اني ارجع ما ارجع. ليش احس اني لازم اروح لها؟ ايه مكفوف هذا راح عندها. الله يستر. اجل اشوف شو حسوي لنا بعدها. عدل اي والله بعدها قطعة وحص قطعة وحص يا وينها؟ لا 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 تجي من وراي عاد. اوكي راحت. هذا الحين طفوا الانوار. اوكي خلنا نضل ننزل لتحت شوف شو حصلت عليها. ايه اوكي هذه جايت لي كلها جايت لي. اي كب 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 وينها؟ كب افتح الباب افتح الباب افتح الباب الباب اي بيه. اوكي ايش راح اسوي؟ ايش راح اسوي؟ اوكي بس يعني اسف قلت لكم ديمو وقصير حده لان كان فكره مدرسه بدا. بحط لكم اللينك حق اللعبه تبون تجربونها انتم بنفسكم تحت الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون لايك وسبسكرايب. سلام.